في الفيديو ده هتشوفوا الخيول وجمال الخيول، وهتشوفوا شاب مصري بيركب الخيول بطريقة غريبة وبطريقة بهلوانية، بيحب الخيول وعاش طول عمره مع الخيول وبيربيها وبيشتغل في الشغلانة وبيركب وبيحبها زي ما انتوا شايفين. طبعا انا عايز اقول لحضراتكم ان ركوب الخيول من غير سرج كده بيكون صعب جدا يعني، واللي فاهم ركوب خيل بيبقى عارف الكلام ده. احمد ده شاب مصري، هو عجبني انا شخصيا فحبيت اعمل الفيديو ده علشانه واتكلم عنه، وهو بيحب الخيول، والخيول دي طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان بيقول الخير فيها وبيوصينا بتعلم ركوب الخيول. فطبعا احمد بيحب الخيول وبيركب الخيل بطريقة يعني بهلوانية وطريقة غريبة شوية، وبيحاول ان هو يتعامل مع الخيل بطريقة تانية مختلفة غير اللي احنا بنشوفها في العادة يعني. طبعا الشاب المصري احمد بيعلم ركوب الخيل وبيدرب الخيول وبيشتغل في المناطق السياحية برضو زي ما حضراتكم شايفين، زي الاهرامات وغيره، وفي القناطر الخيرية، وكل الناس بتحبه وتتعامل معاه. مصر دايما ولادة وبتطلع من المحترفين في مجالات مختلفة زي احمد اللي هو بيحب الخيول وبيحب ركوب الخيول وبيركبها بطريقة مختلفة، وبيحاول ان هو يبسط نفسه ويسعد اللي حواليه، وبيعمل حاجات زي ما انتوا شايفين، بيكون بيربي الخيل من وهو صغير وبيتولد على ايديه وبيتعامل معاه معاملة غير تقليدية. انا شخصيا بتمنى لاحمد من الفيديو ده ان ربنا يكرمه كده يا رب، يوسع عليه ويرزقه من وسع ويوصل للعالمية. وانتوا كمان اعملوا لايك للفيديو واكتبوا تعليق لاحمد واشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.